السلام عليكم. انا كمواطن مغربي كنطالب بالاعدام لكل واحد اغتصب طفل وعذبه ولا قتله شي غير اغتصاب بوحده بلا قتل يستاهل الاعدام. هادشي راه خاصنا نفهموه وخاصنا نعرفوه. كاين واحد حاجه سميتها لا سيكولوجي دو ماس، يعني النفسيه ديال العامه، وهاد المسائل راهما باينين دابا. الناس تقهروا، الناس ولاو خايفين على ولادهم، وهادشي خصنا ما امكن نحاولوا اننا نطمئنوا عباد الله. خاصنا نلقاو حلول. هاد الحلول هي انه تولي عندنا واحد النظره السباقه الى دوك المغتصبين، نديروا تحليلات نفسيه، نديروا دراسات نفسيه، نعرفوا هاد السيد علاش دار هادشي، نفهموه وعاد نعدموه. وراه ما كاينش شي حل واحد اخر بالنسبه ليا، ولا نديروا ليه الاشغال الشاقه ونديروا الكاميرات ونديروا شي سيرفور ونخلصوا الفلوس نبقاو نتفرجوا فيهم كيضربوا الاعمال الشاقه. نساهموا حنا وديك الفلوس يمشيو للعائله ديال الطفل ولا يمشيو للابحاث باش الناس نعرفوا علاش هما كيقدروا يديروا هادشي. راه هادشي كيقهر، ما يمكنش، وخاصنا نلقاو حل. مهما كان كاين بزاف ديال الدول في العالم باقا كتطبق الاعدام وما عليها ضغوط من حتى شي واحد، وماشي حلال عليهم وحرام علينا. خاصنا نحميو النفسيه العامه ديال الناس، وخاصنا نحميو وليداتنا، وخاص عباد الله يوليو يخافوا. لا حول ولا قوه الا بالله.